بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الشكر لله، الثناء لله، العظمة لله، الملك لله، الكبرياء لله، العزة لله، المجد لله، السؤدد لله، البقاء لله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون عبر شاشة تلفزيون قطر والأثير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشاهدون مشاهدين الكرام، نحن الآن في نقل مباشر على الهواء، ننقل لكم مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، صباح اليوم الخميس الموافق الأول من شوال لعام 1442 للهجرة، الموافق 13 من مايو عام 2021. سمو أمير البلاد المفدى سيشارك أبناء شعبه الوفي في أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى الوجبة، حيث يشارك كالمعتاد أبناء شعبه بمشاركة عدد من أصحاب السعادة والشيوخ والوزراء، كما سيكون معنا في خطبة صلاة العيد الشيخ الدكتور ثقيل بن ساهر الشمري القاضي بمحكمة التمييز، عضو المجلس الأعلى للقضاء. مشاهدين الكرام، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن الإجراءات الاحترازية لصلاة العيد في المصليات المفتوحة وجوامع الدولة، فقد تقرر فتح الجوامع والمصليات وفق هذه الإجراءات، فتم فتح مصليات العيد الساعة 3:45 فجرا إحياء لهذه السنة التي حرصت عليها الحكومة الرشيدة وأبناء الشعب اقتداء بسنة خير البرية. في هذه السنة التي ميزت المسلم بالنقاء والطهارة بعد شهر الصوم والعبادة، شرعت هذه السنة في السنة الثانية من الهجرة، فصلاة العيد هي تكبير وتهليل، ويوم العيد كذلك هو تكبير وتهليل وتعظيم وتمجيد، فيها غسل وطهارة وتطيب وتنظف، وفيها لبس الجديد لبدء فصل جديد من فصول الحياة. فالمسلم
حياته عبادة وعمل، وصيام وقيام، وصلاة وجهاد، وصلاة العيد مشاهدين كما تعلمون هي ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ركعتان يفتتح الأولى الإمام بسبع تكبيرات والثانية بخمس تكبيرات، وإذا سلم الإمام قام يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة. مشاهدين الكرام، العيد يوم فرح ويوم سرور. العيد إنما شرع إحياء لسنة بعد فرض، فبعد صيام شهر كريم وقيام وجهد وتعب من صلاة وقراءة قرآن وتصدق وعبادة، تشرع صلاة العيد لكي يفرح المسلم ويظهر المظاهر الفرح وينشرها بمن حوله من أطفال ونساء ورجال وشيب. فمن سنن صلاة العيد أن تدخل الفرح على أهلك ومن حولك، وأن تكون مبتسما كريما طيبا عفيفا في هذه السنة التي أحكم الوباء علينا أنيابه، فمنع المصلين من المصليات والمساجد كثيرا، ومنع تقارب الناس، ومنع صلة الأرحام. فنقول اللهم ارفع عنا البلاء والعناء والغلاء، وارفع شأننا عاليا في السماء، وتولنا برحمتك في السراء والضراء، وارزقنا اللهم العافية من كل بلاء، وأدخلنا الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء، عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وعن سائر الناس أجمعين. يا عالم كل خفية ويا صارف كل بلية، اللهم إنه أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك أنت الحي القيوم الذي لا يموت، سبحانك أنعمت علينا بالصيام، وأنعمت علينا بالقيام، وأنعمت علينا بسنة نحييها كهذه السنة. في كل عام تحرص حكومتنا الرشيدة على إحياء مثل هذه السنن التي ترفع من شأننا باقتداء بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنن والحفاظ عليها إن دل فإنما يدل على حرص الحكومة الرشيدة والشعب كافة على إحياء الدين في دولة مسلمة، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. في هذه الأوقات ندعو الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، أن ينصر المجاهدين في كل مكان، أن يكون مع إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن ينصرهم على عدوهم الغاشم، على من اغتصب أرضهم واغتصب دارهم واغتصب مالهم. اللهم انصرهم وكن عوينا لهم، اللهم كن معهم دائما وأبدا. مشاهدينا الكرام، في هذا اليوم يشرع التكبير، فبغياب شمس البارحة يسن التكبير حتى بداية صلاة العيد، فكبروا معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم شأن هذه الأمة بين الأمم، وأن يرفع عنا
هذا الولاء، هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بعظيم فضله، فهو الغفور، فهو الرحيم سبحانه وتعالى. اللهم يا أرحم الراحمين، ارفع الوباء والبلاء عنا يا كريم يا أرحم الراحمين سبحانك. وفي هذه الأثناء مشاهدين الكرام، يصل الموكب السامي للمشاركة بصلاة العيد، فنرى وصول الأمير الوالد الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم مشاهدين الكرام. هنا يتقدم الأمير الوالد للمشاركة في إحياء هذه السنة التي علمنا وتعلمنا منه المشاركة فيها في كل ظرف وحال، في وقت الرخاء وفي وقت الشدة وفي وقت الوباء وفي وقت البلاء. فنحن نحافظ على النهج الرشيد والسنة النبوية، فمثل هذه السنن ومثل هذه المشاركات هي من ترفع الوباء والبلاء عنا وعن المسلمين. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، الموكب السامي لحضرة صاحب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتقدم بموكبه أمير البلاد المفدى حفظه الله ليشارك أبناء شعبه صلاة العيد، الذي يعطينا درسا بالمحافظة على الحفاظ على السنة في مثل هذه الأوقات الصعبة من البلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا، فحكومتنا الرشيدة محافظة على السنن، محافظة على الدين، قائمة بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قطر حكومة وشعبا، مواطنين ومقيمين من كل شر وبلاء، وأن يعلي شأنهم في الدارين، وأن يغنيهم بفضله عمن سواه، وأن يحفظهم بالليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. إذن مشاهدين الكرام، في هذه الثواني وهذه اللحظات يصل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى إلى مصلى الوجبة لتبدأ شعائر صلاة العيد بعد دقائق معدودة من الآن، حيث سيكون إمام المصلين وخطيبهم في هذه الصلاة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء. فإلى الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مضى شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر الصيام والقرآن، جعله الله سبحانه وتعالى لذنوبكم تطهيرا ولسيئاتكم تكفيرا، فإنه نعم الشاهد بما عملتموه والحافظ لما أودعتموه، وكل صغير وكبير مستطر. نعم عباد الله، ذلك الشهر العظيم الكريم الذي جعله الله عمارة للقلوب وتكفيرا للذنوب، وها أنتم اليوم تأتون إلى مصلاكم وقد صمتم نهار رمضان وقمتم لياليه، تأتون اليوم تكبرون الله على ما هداكم إليه من دين قويم ومنهج مستقيم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم عباد الله، الشكر من أهم منازل العبادة للسائرين إلى ربهم، يقول تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن لم يشكر الله لم يعبده حق عبادته، ومن شكره فقد عبده وقام بما وجب عليه، كذلك نجزي من شكر. وفي الأثر: إن النعمة موصولة بالشكر، إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن كان ذا شكر فأهل زيادة، ومن كان ذا شكر فأهل زيادة، وأهل لبذل العرف من كان ينعم. فالشاكرون أطيب الناس نفوسا، وأشرحهم صدورا، وأقرهم عيونا، قلوبهم ملآنة بحمده والاعتراف بنعمه والاغتباط بفضله والابتهاج بإحسانه. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على نعمة الإيمان وعلى ما أنتم فيه من أمن واطمئنان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، إن هذا العيد الذي ينبغي أن أفرح فيه المؤمنون المسلمون الذين صاموا رمضان، فكيف يفرحون اليوم والمسجد الأقصى يعتدى عليه، والمسجد الأقصى يعتدى عليه، والشهداء يسقطون في أرض فلسطين المباركة. وهذا يستدعي من الأمة، وهذا يستدعي من الأمة أن تعود إلى ربها، أن تعود إلى ربها عز وجل، وأن تنهض من غفلتها، وأن تتمسك بوحدتها، فإن ذلك هو طريق عزها وكرامتها، ولا
تركن في هذه القضية إلى المجتمع الدولي، فإن من يقود المجتمع الدولي هو من يساعد المحتل، وهو من يحمي المحتل، وهو الذي يغض الطرف عن جرائمه. لكن الصمود الذي أبداه أهل القدس في الدفاع عن المسجد الأقصى ضربوا لنا فيه أروع المواقف والبطولات، وهذا يستحق التأييد من جميع المسلمين، لأنهم يدافعون عن مقدساتهم، ويدافعون عن أرضهم، ويدافعون عن حقوقهم المشروعة في الأرض المباركة التي بارك الله حولها. وإن هذه الأمة مدعوة للوحدة، ومدعوة لنصرة المسجد الأقصى وإنقاذه مما يحل به من هذه العصابات التي تفتك بالقدس وأهل المقدس. عباد الله، إن هذه المواقف التي ينبغي أن يتحد فيها المسلمون في مثل هذا اليوم، اتفقوا في أعيادهم واتفقوا في شهرهم، ينبغي أن يتفقوا في مواقفهم نصرة للمسجد الأقصى. وهذا الصمود الذي أبداه أهل المقدس، وهذا التصدي للمجرمين، هو دليل على أن صمودهم هو الصمود الحقيقي، وليس صمود أصحاب الشعارات الذين يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسجد الأقصى، وأن ينصر المرابطين فيه، وأن يربط على قلوبهم، وأن يتقبل الشهداء، وأن يشفي الجرحى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد أمننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بيده إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله رحمة ورأفة على البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيده بالحق، وأيد الحق به يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى الوجبة بحضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما شارك أبناء شعبه وعدد من أصحاب السعادة من الشيوخ والوزراء. اللهم أنت لا إله إلا أنت سبحانك،
بلغتنا رمضان فتقبله منا، وبلغتنا العيد فجعلته لنا فرحا وسرورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم موتانا. اللهم انصر الأقصى، اللهم كن مع إخواني المجاهدين في كل مكان. مشاهدين الكرام، هذا هو العيد، فلتصفو النفوس به، وبذلك الخير فيه خير ما صنع. أيامه موسم للبر تزرعه، وعند ربي يخبي المرء ما زرع. فتعهد الناس فيه من أضر به، ريب الزمان ومن كانوا لكم تبعا. وبددوا عن ذوي القربى شجونهم، دعا الإله لهذا والرسول معا. واسوا البرايا وكونوا في دياجرهم، بدرا رآه ظلام الليل فانقشع. أهل قطر مواطنين مقيمين، عيدكم مبارك. اللهم احفظ قطر وأميرها وشعبها من كل سوء ومكروه. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة، والله يحفظ هذا البلد من كل شر. وتقبلوا أجمل التهاني بهذه المناسبة الكريمة. لكم تحيات فريق العمل بقيادة الزميل علي بن صالح السادة، وكل عام وأنتم بخير. وهذه تحياتي من خلف المايك عبد الرحمن الشمري، وإلى اللقاء.